أنا هنا في متحف دكتور نجيب باشا محفوظ، وأول طبيب دخل طب النساء والتوليد في جمهورية مصر العربية. قصة دخول الطب مصر، تكوين المستشفى أو قصر عين ده ما كانش حاجة سهلة. مش متخيلين إنه نجيب محفوظ ده غير ما نجيب محفوظ واحد. ده يا طلبة نجيب محفوظ فرح ولدها وأنقذ الطفل. سماه نجيب محفوظ اسم مركب على الدكتور اللي ولده. التشوهات دي كلها حالات نادرة زي السيرينوميليا اللي هي الحور البحر. حاج حنفي هو الوحيد اللي لسه بيعرف ازاي يعمل الكلام ده. المتحف الوحيد من نوعه في العالم، درجة راقية جدا من الطب ومن الإنسانية. هنا بيجتمع العلم مع التاريخ، هنا هتتعلم أصل طب النساء والتوليد وهتفتخر بتاريخ مصر الطبي. حياتنا مع دعاء فاروق، الأحد 10 مساء على النهار.